أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين، نقدمها إليكم من استوديوهاتنا في الميادين ومن استوديوهاتنا في بغداد وفي عناوينها لليوم. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد، وحمد الهمامي يقول فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقراراته. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس، والفلسطينيون يرابطون في الأقصى رغم الاعتداءات. When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied. عسكري أمريكي سابق يصرخ في وجه الرئيس الأسبق جورج بوش: مليون عراقي قتلوا لأنك تكذب. متى ستعتذر؟ إحباط محاولة لاستهداف الزائرين في ديالى وصد لهجوم لداعش جنوب سامراء. باريس تجدد هجومها على واشنطن وتصف سلوكها بالعنيف وتتحدث عن عدم موثوقيتها، وبلينكن يعترف بأن المصالحة تحتاج لوقت وأفعال. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر، يعطيك العافية عبد الله. مرحبا فتون. في اقتصاد الظهيرة لليوم، مؤسسة كهرباء لبنان تحذر من اقتراب العتمة الشاملة، وجولدمان ساكس يتوقع أن يخسر دائنو لبنان 75% من قيمة مستحقاتهم. والجديد في أخبار الرياضة في الظهيرة مع الزميلة أمان مهنا، ما الجديد؟ في أخبار الرياضة في الظهيرة اليوم، النادي الكتالوني في دوامة نزيف النقاط، وأزمة مرحلة ما بعد ميسي تبدأ جديا، والمدرب كومان ضحية مرتقبة. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأخبار، سنكون مع تفاصيلها في سياق النشرة، ولكن أولا نبدأ معك فتون من آخر التطورات في تونس. نعم محمد، نبدأ من تونس، حيث رفض المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي وتحويلها إلى حالة مؤبدة. هذا ما أكده الاتحاد في بيانه، معلنا تمسكه بما تضمنته بيانات الاتحاد عقب 25 من جويلية تموز. الاتحاد العام للشغل جدد المطالبة بالتسريع بتأليف حكومة بكامل الصلاحيات، منبها من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية. كما وأكد أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخص جميع مكونات المجتمع في هياكل الدولة، رافضا احتكاره من قبل رئيس الجمهورية. إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم حزب العمال التونسي حمد الهمامي أن الرئيس قيس سعيد تواصل منذ 20 من جويلية تموز 2021 مع الولايات المتحدة الأمريكية. الهمامي أضاف أن اتصال سعيد مع واشنطن كان عن طريق سفارتها في تونس لإعلامها بالانقلاب. وأشار إلى أن الرئيس اتصل بفرنسا عن طريق سفارتها وأعلمها بما سيقوم به من قرارات في 25 من جويلية تموز. زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي كان قد دعا إلى ما وصفه بالنضال السلمي ضد الحكم الفردي المطلق، ردا على قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة. الأزمة التي مرت بها تونس لا تبرر الانقلاب على الديمقراطية، تبرر حوار وطني، تبرر الإصلاح، أن نصلح الأوضاع، لأن الوضع الآن هو أخطر مما كان عليه قبل 25 جولاي. الرئيس الآن شطب على أكثر من 100 فصل، شطب على أكثر من 100 فصل من فصول الدستور، وشطب على ما أراد شطبه، وأبقى ما على ما أراد، وكان الشعب التونسي غايب. ولمتابعة آخر التطورات السياسية في تونس معنا من العاصمة التونسية مراسل الميادين عماد شطارة. مرحبا بك عماد. لنبدأ من بيان الاتحاد العام للشغل وأهمية وانعكاسات هذا البيان والدعوة إلى تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات.
مرحبا محمد، في تقديري بيان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم هو بيان تاريخي بامتياز، ويأتي في لحظة فارقة ليضع النقاط على الحروف لهذا الشق وذاك. يعني مقر الاتحاد العام التونسي للشغل كان خلال الأيام الماضية مزارا لكل الأحزاب السياسية التي تحاول جر الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جبهة المواجهة أو جبهة الرفض، ليكون يعني في الجبهة المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد والتدابير التي أعلنها. الكل يعلم الحجم الذي يزخر به الاتحاد العام التونسي للشغل ومدى تأثيره في الصفوف العمالية والنقابية. الاتحاد قادر على تحريك الشارع، قادر على إقرار الاستقرار في البلاد، أو ربما قلب المعطيات من خلال الدفع ب يعني القوة العمالية والنقابية إلى الشارع. بيان الاتحاد العام التونسي للشغل لمن يقرأ ويتمعن فيما جاء فيه من مصطلحات يؤكد أن المنظمة النقابية التونسية كانت وفية لتقاليدها، وفية لنهجها الوطني، لخطها السياسي الوطني المدافع عن الدولة قبل كل الاعتبارات والحسابات. من السطر الأول يؤكد الاتحاد أنه كان في طليعة المساندين لقرارات 25 من جويلية، وبأنه يرى أن هذا المسار الجديد هو ربما السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد مما تردد فيه خلال الفترة القادمة أو الماضية أو العشرية الماضية، ولكنه يحذر من المقايضة بين الحرية واحتكار السلطة. الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بحكومة كاملة الصلاحيات، وكل المعطيات تشير إلى أن الإعلان عن الحكومة أو عن رئيس الحكومة وبقية تركيبتها قد يكون بين الساعة والأخرى، قد يكون مساء اليوم، قد يكون في موفى هذا الأسبوع. الاتحاد يحذر من المساس بالدستور والقانون الانتخابي دون الحوار مع مكونات المجتمع المدني، مع المنظمات الوطنية، مع الأحزاب، حتى لا يكون هناك انفراد بهذا الأمر. وكل التدابير التي أعلنها رئيس الجمهورية رغم أنه سيستأثر ب يعني السلطة التشريعية وبإصدار المراسيم لم تنفي ولم تمحي إمكانية الذهاب إلى حوار بعد استقرار الأوضاع. وفي الختام الاتحاد يؤكد التزامه بنهجه الوطني في الدفاع عن مدنية الدولة وعن الجمهورية، وهذه القيم التي تعرف بها المنظمة النقابية، وهذا لا يتعارض مع مسار 25 جويلية. ولكن النقطة التي ركز عليها الاتحاد هو قال بأن كل ما أعلنه الرئيس من تدابير ليس فيه أجال وليس فيه أي إشارة إلى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، وهي ذات أولوية كبيرة. وأكد أيضا أن هذا المسار الجديد الذي انتهجته تونس لم يعطي الضوء الأخضر لفتح الملفات التي تسمى بالملفات الثقيلة، ملفات الفساد، ملفات نهب المال العام، التآمر مع الخارج، اللوبيينج، غيرها من الملفات، إن لم نتحدث عن الإرهاب والتسفير وما إلى ذلك. الاتحاد يطالب بمسار قضائي يضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. نعم. وأعتقد أن الحكومة الجديدة بوزير عدل جديد بصلاحيات جديدة هي المخولة بفتح هذه الملفات وتحريكها في أروقة القضاء وليس رئيس الجمهورية. نعم محمد. عماد شطارة مراسل الميادين في تونس، شكرا جزيلا لك. إلى فلسطين المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من مناطقها في الساعات الماضية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين ولا سيما في قلقيلية. وفي الخليل اعتقلت عددا من الفلسطينيين من بينهم الطفل اسماعيل عمر البالغ من العمر 10 سنوات فقط. وأظهرت صور تنكيل الاحتلال بالطفل وطريقة اعتقاله العنيفة قبل نقله إلى أحد مراكز التحقيق. وفي القدس المحتلة أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي المحرر مدحت العيساوي عقب اقتحام منزله في بلدة العيساوية. شقيقة الأسير أوضحت أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل العيساوي وخلعوا الباب ثم اعتقلوه. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال العيساوي الأسبوع الماضي قبل أن تفرج عنه، ثم أعادت اعتقاله أمس. مدخل
ورغم اعتداءات الاحتلال توافد آلاف المقدسيين فجر اليوم إلى المسجد الأقصى بعد دعوات شعبية مقدسية لإعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف باسم رباط الحمائل. ومنذ ساعات الفجر الأولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين بينهم عائلات وأطفال وشباب إلى الأقصى حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته. وجاء رباط الحمائل ردا على محاولات الاحتلال هدم جزء من الأقصى والمعروف باسم طريق المغاربة ومحاولات تحويل مسجد البراق إلى كنيس يهودي. لنوصل برقية إلى الجيوش الرابضة في سكناتها. انهبوا لتحرير المسجد الأقصى، هبوا لتحرير الأسرى، فاللهم عجل لنا بتحرير الأقصى وتحرير الأسرى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين، اللهم بلغ عنا يا الله. وكانت قوات الاحتلال قد ضيقت على المقدسيين في محاولة منها لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، ولا سيما في منطقة باب المجلس أحد أبواب الأقصى، حيث تصدوا كبارا وصغارا لاعتداءات هذه القوات. وفي القدس المحتلة أيضا تواصلت الاحتجاجات في بلدة أبو ديس على عدم تسليم قوات الاحتلال جثمان الشهيدة مي عفانة. وقد رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال. وكانت الشهيدة عفانة وهي طبيبة صحة نفسية ومحاضرة في كلية جامعة الاستقلال قد ارتقت إثر عملية دهس بطولية نفذتها في بلدة حزمة قبل أشهر. يا صهيوني ويا جبل. وفي جديد قضية الأسرى، حذرت عائلة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة من أن ابنها دخل مرحلة الخطر الشديد، وبحسب العائلة فإن ابنها يعاني من انخفاض حاد في نبضات القلب ويرفض أخذ المدعمات منذ 4 أيام. نادي الأسير الفلسطيني كان قد أعلن قبل أيام أنه لا حلول جدية بشأن قضية الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وعددهم 6 حيث يواجهون أوضاعا صحية صعبة. وفيما يستمر التوتر في عدد من سجون الاحتلال بعد اعتداءات قواته على الأسرى والتي كان آخرها على أسرى الجهاد الإسلامي في سجن رامون، يتواصل عزل عدد من الأسرى الذين نفذوا عملية سجن جلبوع. هذا وأكد قائد نفق الحرية الأسير محمود العرضة أن حفر الخندق جاء لنيل الحرية وردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007، وهو السبب ذاته الذي حفر لأجله نفق سجن شطة. وفي رسالة نقلها عبر محاميه أضاف العرض أن النفق جاء أيضا احتجاجا على استشهاد الأسير كمال أبو وعر والظروف المأساوية وسياسة الاحتلال القمعية داخل السجون، لافتا إلى أنه تمت تسمية النفق بالطريق إلى القدس. وشدد العرض في رسالته على أن نجاح تحررهم أوصل رسالة الفلسطينيين إلى العالم بأنهم دعاة حرية وأصحاب حق ومظلومية. من جهته أكد الأسير الفلسطيني محمد العرضة أنه معزول في زنزانة عن كل ما هو في الخارج، مشيرا أنه قضى الأيام 9 الأخيرة بكامل ساعاتها
بداخله. نعم محمد، هذا ونقل محاميه عنه قوله إنه يتم تزويده بوجبات الطعام وزجها من الطاقة السفلى للزنزانة، وإلى جانب محاولته التوجه من شباك الزنزانة الصغير للسجانين لجلب الماء. العارضة حي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزة والضفة والقدس الذين تضامنوا مع الأسرى، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وقضيته واحدة. هذا واستمرت التظاهرات المساندة للأسرى في عدد من الدول، ففي العاصمة الأرجنتينية نظمت مسيرة لدعم المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. المحتجون تظاهروا أمام مقر السفارة الإسرائيلية ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة تندد بالممارسات الإسرائيلية، كما ألصق متظاهرون لافتات على حواجز وضعتها الشرطة لمنعهم من الوصول إلى السفارة كتب عليها فليذهب محتلو فلسطين إلى الجحيم. وفي الولايات المتحدة صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يقدم مليار دولار لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. جاء قرار التمويل رغم تصويت أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس على إلغاء دعم إسرائيل لشراء صواريخ القبة الحديدية. هذا ووثق فيديو النائبة الأمريكية التقدمية ألكسندريا كورتيز وهي تبكي بعد إقرار تمويل النظام الصاروخي الإسرائيلي. إلى لبنان، حيث أعلن بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله وصول الباخرة الثانية المحملة بمادة المازوت من إيران إلى مرفأ بانياس على الساحل السوري على أن تدخل لبنان بواسطة الصهاريج خلال أيام. ومن نيويورك، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن اغتيال الفريق الجنرال قاسم سليماني هو أحد أبرز مظاهر الإرهاب. وخلال لقائه مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيد على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية، أكد عبد اللهيان أن لإيران دورا قويا في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى الرد القوي على النهج الأمريكي في ربط الإرهاب الاقتصادي بالإرهاب الصحي والدوائي. وفي الولايات المتحدة أيضا، تعرض الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش إلى هجوم جديد بسبب حرب العراق. وأظهر مقطع فيديو لحظة تعرضه لهجوم لفظي من جندي أمريكي سابق خلال إلقائه لخطاب عن فترته الرئاسية في أحد المؤتمرات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث اتهمه الجندي بالكذب في حرب العراق قبل أن يطالبه بالاعتذار. ما فعلته أنني حاولت قراءة أسماء أصدقائي الذين ماتوا بعد ذهابهم إلى العراق، ماتوا متأثرين بجروحهم، عادوا إلى الوطن بأسماء عراقيين قتلوا على يد الاحتلال الأمريكي، أولئك الذين تروهم في مشاهد القتل الجانبي. حاولت قراءة الأسماء، ولكن منظمي الحدث انتزعوا القائمة فورا وقاموا بتمزيقها، لكنني تمكنت من إيقاف بوش لبعض الوقت عندما كان يدخل في الحديث عن قصة حياته ويحاول أن يكون مضحكا. والآن ننتقل إلى العراق لمتابعة آخر المستجدات والاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. لمزيد من التفاصيل إذن من بغداد ينضم إلينا مباشرة موفد الميادين إلى هناك الزميل محمد جرادة. يعطيك العافية محمد. مساء الخير فتون، شكرا لك. مساء الخير محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الأمن الوطني العراقي إحباط مخطط لاستهداف الزائرين وضبط أربعة أحزمة ناسفة معدل التفجير في ديالى. وأضاف في بيان أن القوات الأمنية داهمت مركزا للإرهابيين وضبطت بداخله أحزمة ناسفة معدل التفجير وعبوات محلية الصنع جنوب المحافظة.
وكان الحج الشعبي أعلن إحباط هجوم لداعش جنوب مدينة سامراء، وأضاف في بيان أن مسلحين من فلول التنظيم حاولوا التعرض لقوات اللواء 42 في الحشد في منطقة سيد غريب جنوب سامراء قبل أن تتصدى لهم القوة وتشتبك معهم، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر. هذا ونعى الحشد الشهيد مؤكدا أن هذه الدماء والتضحيات ستحول دون زعزعة أمن مدن العراق. إلى نيويورك، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تواصل حربها ضد خلايا الإرهاب لترسيخ أمنها واستقرارها. وخلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريغيون على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أكد صالح أن العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والحلفاء لتعزيز أمنه وضمان استقراره والعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة، لافتا إلى أن العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب لترسيخ أمنه واستقراره. من جانبها، أكد لدريون التزام بلاده دعم أمن العراق واستقراره وجهوده في تخفيف توترات المنطقة. وكان صالح وصف الانتخابات المقبلة بالمصيرية، وفي كلمته في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن الانتخابات ستكون لها تبعات على العراق والمنطقة. في الشهر المقبل ينتظر العراق استحقاق وطني مفصلي يتمثل في الانتخابات المبكرة، استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم ويضمن الحكم الرشيد. فهي انتخابات مصيرية ستكون لها تبعات على العراق وربما المنطقة بذمتها. أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مخاوفه من تسلم التيار الصدري هرم السلطة في العراق، متسائلا هل سيكون أتباع آل الصدر على قدر المسؤولية؟ ونشر المقرب من الصدر صالح محمد العراقي الذي يعرف عن نفسه بوزير القائد، نشر حوارات قال إنها دارت بينه وبين الصدر، عبر فيها الأخير عن مخاوفه هذه. وللمزيد من التفاصيل معنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. مرحبا بك عبد الله. إذن أي إشارات يدلل عليها السيد مقتدى الصدر من خلال هذه التغريدة لمن يسمي نفسه بوزير القائد؟ نعم، هي رسالة لقاعدة التيار الصدري أيضا، ورسالة للقوى السياسية العراقية، على اعتبار أن المقرب من الصدر دائما ما يعلن ما لا يريد الصدر أن يقوله بشكل مباشر، ذلك في عدة مواقف قد حصلت. وطبعا هذا دائما ما يكون الإصدار أو النشر عبر صالح محمد العراقي وزير الذي يعرف نفسه بأنه وزير الصدر، وبالتالي فهو أشبه بما يقوله السيد مقتدى الصدر. بالتالي كان هناك حديث لفترة طويلة عن نية التيار الصدري أن تكون رئاسة الحكومة من حصة التيار الصدري، أو أن يكون رئيس الوزراء صدريا على الأقل، إن لم يكن هناك مساهمة في أن يكون للتيار الثقل في صناعة شخص رئيس الوزراء أو الإسهام في تحديد شخصية رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة. بالتالي المقرب من الصدر يحاول أن يخاطب القاعدة الجماهيرية أن هناك يجب أن يكون مشاركة واسعة، وهناك مسؤولية تقع على من سيكون إما مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة إن نجح الصدريون بأن يحصدوا المقاعد التي تؤهلهم لأن يقدموا أنفسهم بين الحلفاء الشيعة وبين القوى السياسية السنية والكردية كمفاوضين بورقة قوية، هي ورقة عدد كبير من المقاعد النيابية تؤهلهم لأن يفاوضوا على موقع رئاسة الوزراء، أو على الأقل أن يكون هناك الشخص المسؤول الذي يمكن أن تنطبق عليه المواصفات التي يريدها السيد مقتدى الصدر. لذلك كانت هذه الرسالة التي أرسلت عبر صالح محمد العراقي للقاعدة الصدرية التي يريد منها السيد مقتدى الصدر أن تكون هناك مشاركة فاعلة وواسعة في هذه الانتخابات، خصوصا بعد عودة السيد مقتدى الصدر للموقف بالمشاركة بالانتخابات خلال الفترة الماضية. وطبعا هناك كشف لرئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي اليوم عن مساعي كان قد شارك فيها مع قوى سياسية بإقناع السيد مقتدى الصدر بالعودة إلى الانتخابات، وهي أيضا كانت منها دعوة للقوى التي قاطعت الانتخابات لأن تشارك فيها، علما أن العبادي كان في حديثه، نحن نتحدث الآن عن موضوع آخر، يتوقع أن هناك نسبة مشاركة قد تصل ل 40% في هذه الانتخابات. التيار الصدري يعول على مشاركة قاعدته، قاعدة التيار الصدري لها تأثير واسع
الشاهد على ذلك كان الانتخابات الماضية في العام 2018 كانوا قد حصدوا المقعد المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية. السيد الصدر يجد أن هناك إمكانية لأن هذا الرقم يكون أكبر، أن يكونوا في المرتبة الأولى، لكن بفارق واسع يؤهلهم لأن يفاوضوا على موقع رئاسة الوزراء. بذات الوقت هو يحاول أن يخاطب من يجدوا في أنفسهم داخل التيار الصدري الأهلية لأن يكونوا رؤساء حكومات مقبلة، أن يشدوا على التنافس فيما بينهم لكي يقدموا السيرة الذاتية التي يمكن أن تقنع السيد الصدر أن يفاوض باسم سين أو صاد بين القوى السياسية العراقية. مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران، شكرا جزيلا لك. استعاد العراق لوحة حلم جلجامش الشهير بعد نهبه خلال حرب الخليج الثانية مطلع تسعينيات القرن الماضي ونقله إلى الولايات المتحدة. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو احتفلت بما وصفته بالانتصار في المعركة ضد الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مع إعادة لوح جلجامش إلى موطنه الأصلي. ويحتوي اللوح على نقوش لنصوص من ملحمة جلجامش مكتوبة باللغة السومرية التي تعد من أقدم النصوص الأدبية والدينية في العالم. يمتاز شمال العراق بطبيعة لافتة تجعلها وجهة للمسافرين من الباحثين عن الهدوء أو الراغبين في الاستكشاف. الزميل علي الأحمر جال في بحيرة دوكان، أحد أهم هذه الأماكن التي تمتلئ بالزوار على مدار السنة، وعاد بهذا التقرير. كثيرون سمعوا عن مدينة دوكان السياحية في السليمانية لكن قلة زارتها. نحن الآن في طريقنا إليها لاستكشاف معالمها وبحيرتها الشهيرة، فلنتعرف إليها سوية. جئت وعائلتي إلى هنا للسياحة. هذه المنطقة سياحية بامتياز، تجمع بين العرب والكرد ولا فرق بينهم. المنطقة جميلة جدا. فرق كرد وعرب. نأتي إلى سليمانية دائما باستمرار لتغيير الأجواء. في هذا الوقت يكون الجو في سليمانية أفضل من بغداد، إضافة إلى الخريف يكون أجمل بالخضار. نجي نشوي ونسبح ونلعب ونتونس. لا يفوت أهل مدينة دوكان في السليمانية فرصة للعمل إلا ويستغلونها. ها هو نهر دوكان يتحول بجماله الأخاذ إلى مصدر رزق للبعض منهم. زخم العمل في الوقت الحاضر أقل من السابق بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن مجيء السياح العرب إلى هنا ينعش الحركة الاقتصادية. عملنا قديم هنا في دوكان، والكل يأتي إلى المدينة لأنها منطقة سياحية. دوكان هي تقريبا تعتبر أحلى مكان سليمانية، وعندنا أصلا سواح يجون هم ما يطلعون بس دوكان. تعج بحيرة دوكان بالزوار على مدار السنة، فالمكان بات مقصداً لمن يبحث عن الهدوء ومن يرغب في الاستكشاف والتمتع بسحر الطبيعة الخلابة. أهلاً وسهلاً بكم، أتشرف بقناتكم العزيزة على كل المواطنين العراقيين. روائح الأطعمة تفوح في كل الأرجاء، الكرم والضيافة وحسن الاستقبال ودفء العائلة، كل شيء موجود هنا. علي الأحمر، دوكان السليمانية، الميادين. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام نافذتنا. هذه عودة إلى استديوهات الميادين، وإليكم مجددا فتون ومحمد. شكرا جزيلا لك محمد. الظهيرة مستمرة من الميادين وفيها بعد الفاصل. معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات هادي جنوب مأرب. من
من جديد أهلا بكم. تستمر المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في مديرية الجوبة جنوبية محافظة مأرب، حيث تقدم الجيش واللجان وسيطروا على مناطق واسعة. طائرات التحالف السعودي شنت عشرات الغارات لمساندة قوات هادي في مديريات الجوبة والعبدية وحريب وصرواح في مأرب، حيث تدور معارك عنيفة في محاولة لفك الحصار الذي أطبقته قوات الجيش واللجان من خلال قطع خطوط الإمداد الرئيسية عن مأرب والسيطرة على نقاط استراتيجية غنية بالنفط والغاز. وفي محافظة الحديدة أفاد مصدر عسكري في حكومة صنعاء بتسجيل 231 خرقا جديدا لقوات التحالف السعودي في 24 ساعة الماضية. أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر تشرين الأول لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه تحديات حقيقية قد تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول. السيد الرئيس، حديثي لكم اليوم يركز على التطورات في ليبيا لما تعكسه من تحديات وشواغل مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. إن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية بل ومصيرية، فأما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وأما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح. وجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا انتقادا لاذعا لفرنسا وبريطانيا بسبب ما وصفته بالموقف المنافق تجاه اللاجئين السوريين. زخاروفا اتهمت الدولتين الفرنسية والبريطانية باستخدام موضوع المهاجرين للترويج لمصالحهما الجيوسياسية من جهة، وتنفيذ حملة إعلامية ضد حكومة دمشق من جهة أخرى، مضيفة أن كل من الفرنسيين والبريطانيين حولا المأساة الإنسانية للاجئين حربا سياسية وسلاحا ضد دمشق. على خط آخر، استمر التوتر الفرنسي الأمريكي، وقد أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن أسفها لما وصفته بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية العنيف للغاية. بارلي وفي مقابلة مع صحيفة لوموند أشارت إلى أن بلادها ترحب باستئناف الحوار، وأضافت أن المرحلة الحالية تثبت أن الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه في الماضي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية كان قد أعلن أن أستراليا أرسلت قبل ساعات من الإعلان عن اتفاقية أوكوس رسالة تؤكد موافقتها على صفقة الغواصات. الوزير وفي مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أضاف أن الوزارة والمجموعة البحرية الفرنسية تلقيا خطابا مختوما من البحرية الأسترالية يفيد نقلا عن مسؤول كبير أن أستراليا راضية عن أداء الغواصة الفرنسية. في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية ما ورد في حديث لمسؤول فرنسي أو في حديث المسؤول الفرنسي، حيث مشيرا إلى أن الرسالة لم تتضمن أي التزام جديد. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد اعترف بأن المصالحة بين البلدين تحتاج إلى وقت وأفعال أمريكية. جاء ذلك بعد لقائه نظيره الفرنسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. جاء اجتماعنا اليوم في أعقاب محادثة أمس بين الرئيس بايدن والرئيس ماكرون، حيث اتفقا على أن إعلان 15 من سبتمبر كان من الممكن أن يستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء، وقررا إجراء مشاورات معمقة للمضي قدما. نحن ندرك أن هذا سيستغرق وقتا وعملا جادا، وسيظهر ليس بالقول فقط بل بالأفعال، وأنا ملتزم بالعمل عن كثب مع الوزير لودريان في هذا الجهد الحاسم. يمكننا أن نفعل المزيد ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل. أعتقد أننا نرحب بشدة بالمشاركة الأوروبية والفرنسية وبالقيادة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي الملف الإيراني، أشار بلينكن إلى أن واشنطن على استعداد تام للعودة إلى محادثات فيينا، لافتا إلى أن العودة إلى الامتثال المتبادل بالاتفاق هو في مصلحة الولايات المتحدة.
ليس لدينا اتفاق حتى الآن مع إيران للعودة إلى المحادثات في فيينا. نحن على استعداد تام للعودة إلى فيينا لمواصلة المحادثات. والسؤال هو عما إذا كانت إيران مستعدة لذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك فمتى؟ لقد كنا مخلصين وثابتين للغاية في اتباع طريق الدبلوماسية الهادفة للعودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وأيضا لمعالجة النطاق الكامل للمخاوف التي لدينا ولدى العديد من الدول الأخرى بشأن إيران. ما زلنا نعتقد أن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق هي في مصلحتنا. إنه أفضل خيار متاح لتقييد برنامج إيران النووي وتوفير منصة لمعالجة أنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار. الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن انقساما دوليا خطيرا يتم تعزيزه مع التحريض المستمر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. تحت القيادة والتحريض المستمر من الولايات المتحدة نرى انقساما دوليا خطيرا يتم تعزيزه مع الاستخدام الضار وسوء استخدام الإجراءات الاقتصادية القصرية التي أصبحت أداة مركزية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. إن حكومة ذاك البلد تهدد وتبتز وتضغط على الدول ذات السيادة لاتخاذ موقف والتصرف ضد أولئك الذين تعتبرهم خصومهم، يطالبون حلفاء ببناء تحالفات لإطاحة الحكومات الشرعية والتقصير في الالتزامات التجارية، ويطبقون إجراءات قضائية غير مبررة ضد مواطني الدول. كشفت صحيفة The Guardian أن بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني خلال الحرب في أفغانستان. الصحيفة أضافت أنه وفقا لبيانات من وزارة الدفاع البريطانية فإن أصغر ضحية تعود لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات. ولفتت إلى أن الجيش البريطاني منح تعويضات بلغت 688 ألف جنيه استرليني عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013. وفي أفغانستان تكافح مئات العائلات النازحة من بعض المقاطعات للبقاء على قيد الحياة داخل خيام مؤقتة في حديقة في العاصمة الأفغانية كابول. وتعاني تلك العائلات التي نزحت نتيجة الحرب من نقص في الغذاء بعدما أجبرها الاحتلال الأمريكي السابق على مغادرة قراها، مع إلقائها اللوم بشكل رئيسي على الولايات المتحدة في تدمير منازلها وفقدان أقاربها. كل مشاكلنا سببها الأمريكيون، قتلوا شبابنا ودمروا منازلنا وأجبرونا على تركها. في ذلك الوقت كنت في المنزل ورأيت أشخاصا يركضون في الأرجاء. سألت عما حدث وقالوا لي إن القوات الأمريكية تقصف طالبان، لكنني فقدت إحدى ساقي نتيجة القصف الأمريكي. والآن إلى أخبار الاقتصاد في نشرة الظهيرة مع زميلنا عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. مرحبا فتون. مرحبا محمد. أهلا بكم. قال بنك جولدمان ساكس إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75% من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت بتنفيذ إصلاحات ذات مصداقية. وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار، إضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي. وفي تقريره لهذا الأسبوع قال جولدمان ساكس إن حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان يمثل الخطوة الأولى على طريق طويل وضيق نحو التعافي الاقتصادي. نبقى في لبنان حيث حذرت مؤسسة الكهرباء من قطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية الشهر الحالي بسبب انخفاض مخزونها من المحروقات. وذكرت الشركة في بيان لها أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق. يذكر أن النقص الحاد في المحروقات أدى لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في مختلف المناطق اللبنانية، كما أدى إلى تقنين المولدات الخاصة إمداداتها من الكهرباء.
إلى العراق، حيث أكد وزير النقل ناصر الشبلي للميادين أن الحكومة العراقية عازمة على تطوير الموانئ العراقية وهي في طور الانتهاء من أعمال ساحة الترحيب في ميناء أم قصر. وأشار الشبلي إلى أن ميناء الفاو الكبير سيلعب في المستقبل دورا محوريا في الصادرات والواردات من الشرق إلى الغرب. هذا الميناء هو أقرب ربط بين الشرق والغرب، وبالتالي احنا خططنا لأن يكون ميناء الفاو في عمق كبير جدا لاستقبال أكبر البواخر. أيضا فكرنا بربط هذا الميناء بسكة حديد بما يسمى بالقناة الجافة بحوالي 1220 كيلومتر إلى الحدود التركية، وبالتالي راح نربط الخليج العربي وكل الموانئ العربية الموجودة على الخليج وكل التجارة التي تأتي من الصين تتوجه إلى أوروبا راح تكون من خلال هذه السكة الحديد. تجري شركة غازبروم الروسية محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر لتعزيز الشراكات مع شركة الطاقة الحكومية سوناتراك. وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية أن المحادثات تركزت على الاستثمار في التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية للغاز إلى جانب تسويقه. وكانت الجزائر وهي عضوة في منظمة أوبك قد وافقت على قانون جديد للطاقة يقدم تسهيلات ضريبية للمستثمرين الأجانب بهدف التغلب على الركود في إنتاج النفط والغاز. انخفضت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها في بداية تعاملات اليوم عند 8 ليرات و85 قرشا مقابل الدولار، بعدما خفض البنك المركزي التركي بنحو غير متوقع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%. وكان من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 19%، غير أن المحافظة الجديدة للبنك المركزي بدأ أكثر تشاؤما في الأسابيع الأخيرة، ما دفعه إلى إنهاء دورة التجديد النقدي التي بدأت قبل 12 شهرا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أول قمة عالمية حول مستقبل الغذاء أنه ينبغي للمجتمع الدولي تغيير نهجه إزاء عمليات الدعم الزراعي ودعم العمال. غوتيريش قال إن ثلث الغذاء يهدر، ما يستدعي إعادة التفكير في قيمة الغذاء، ليس باعتباره سلعة تخضع للتجارة بل حقا يتشاركه سكان الأرض. يذكر أن القمة العالمية لمستقبل الغذاء تهدف إلى إبراز ما تحقق من تقدم في أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة عام 2015، ومن بينها القضاء على الجوع. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها عند 5:30 عصرا مع الاقتصادية المفصلة. ختام الظهيرة لهذا اليوم اخترناه من فلسطين المحتلة مجددا، حيث يختلف الفرح هناك بعد المعاناة التي يسببها الاحتلال. فقد اختار الفلسطينيون استقبال الأسير سلامة حمايل بطريقة تقليدية بعد الإفراج عنه عقب 18 عاما من الاعتقال. تم تداول مشاهد الاستقبال للأسير المحرر بالزغاريد والهتافات الوطنية والتقاليد الشعبية. سلامة لأن كان 18 سنة في السجن وإحنا الله يعلم. قولي ما استطعت يا ابن عمي الغالي ثائر حمايل. يفرجها على جميع الأسرى، وإحنا والله متأثرين على أخوتنا الشباب الستة اللي طلعوا من النفق، والله يحميهم ويعديهم، والله يفرجها عن جميع الأسرى الفلسطينية جميعهم، وإن شاء الله الفرج قريب عن الأسرى، وإحنا هذا عيد عندنا أكبر عيد اللي الله فرجها على أخوي. أنا أكون الوفية لك ولكل إخوتك داخل قلاع الأسر. الحرية لك ولكل إخوتك في هذه المحنة العصيبة التي تمر فيها الحركة الأسيرة. وفي ختام الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. الاتحاد هو العام التونسي للشغل يعلن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد. وحمل همامي يقول فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقراراته.
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس، والفلسطينيون يرابطون في الأقصى رغم الاعتداءات. نبديك يا أقصى بالروح بالدم، نبديك يا أقصى بالروح. When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. عسكري أمريكي سابق يصرخ في وجه الرئيس الأسبق جورج بوش: مليون عراقي قتلوا لأنك تكذب، متى ستعتذر؟ Because you lied. You need to apologize. إحباط محاولة لاستهداف الزائرين في ديالى والتصدي لهجوم لداعش جنوب سامراء. باريس تجدد هجومها على واشنطن وتصف سلوكها بالعنيف وتتحدث عن عدم موثوقيتها، وبلينكين يعترف بأن المصالحة تحتاج لوقت وأفعال. وكان في اقتصاد الظهيرة، مؤسسة كهرباء لبنان تحذر من اقتراب العتمة الشاملة، وجولدمان ساكس يتوقع أن يخسر الدائنون 75% من قيمة مستحقاتهم. وكان في أخبار الرياضة، النادي الكتالوني في دوامة نزيف النقاط، وأزمة مرحلة ما بعد ميسي تبدأ جديا، والمدرب كومان ضحية مرتقبة. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية أو باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء، دمتم سالمين.